يعني انا لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، انا بقف مع مصر. بقف مع مين؟ مع مصر. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتأمرت على مصر، اتأمرت على البلد، اتأمرت على 100 مليون. ضيعت حياته ومستقبل واستقرار 100 مليون. الحب هنا ملوش مكان، الفكر هنا ملوش مكان، الإخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن.